Morning, Gesalet. How are you, Yemes? Are you okay? Are you fine? Okay, Thalet. دلعنا هذا التمرين نحله مع بعض. رح نستخدم المينينجز الموجودة عندنا هون عشان نحل إيش السنتنسز الموجودة عندنا هون. بحكي لك you use it to see an, at night. بستخدمه عشان أشوف في الليل إيش هو a torch. رح أكتبها هون. You put food on it. بحط الطعام فيه. إيش هو you put food on it؟ اللي هو فيه plate اللي هو الصحن. You can put water in it. بنحط فيها الwater اللي هو البطل. You make it with bread. بعملها مع البريد. إيش بعملها في خبز؟ الساندويش. You can put things in it when you go for a walk. لما تمشي فيها ايش هي؟ الباك باك. بحطها بدل بطلع بمشي. هي ايش عندنا؟ الباك باك. اوكي؟ التمرين اللي عندنا هون ثالث ما بدي تحل البازل. بنتقل لهون لسؤال how many؟ بدي احل السؤال اللي هون مع بعض. نبدأ. Exercise number 3. How many brown are there in the pizza? There are a lot. Chocolate is there. شوكولاتة. How much? Chocolate is there. Chocolate on pizza. There isn't any. نفي بحط any. Chocolate. There aren't فراغ olives. There aren't any olives. I don't want the pizza. What's in the sandwich? إيش في الساندويش؟ Chicken and tomato. Oh, good. I want a chicken and tomato sandwich. Okay, miss? And tomato sandwich. هلا بيحكي لك underline. حط على الكلمات الخطة اللي احنا AI وسلك الكلمات اللي فيها ايش EA. نبدأ مع بعض. AI chair. AI wear pear. هلا ال EA نعمل عليها circle. وين الكلمات فيها EA؟ اللي عندنا pear. اوكي. And هون عمل عليها ايش سيركل. سوري خربطت. اوكي. اند ايش في عندي كمان؟ بير محمود محطوط عليها اصلا سيركل. اوكي مس. ويعطيك الف عافيه يا تالت. وهيك احنا بنكون ختمنا الماده ونستعد للامتحان الفاينل. وان شاء الله الاسبوع القادم ما هي مراجعات راح تكون. يعطيكم ألف عافية.